الو، ايوه يا صوفيا يا اختي، اسكتي. مش انا طلعت عملت لهم مجنونه ونسبت حاجات جديده لنفسي؟ ازيك يا كوكب لالا؟ كوكب لالا؟ انت عرفتي الاسم ده منين؟ ده اللي بيقول عليا كده واحد اسمه بلاك مجدي، قال ايه الفرعون المغربي. عارفاه يا اختي وعارفه مجدي ده. المهم جبتي سيره المغرب في ايه تاني النهارده؟ يوه، انت عارفه انا قلت ايه؟ ده انا قلت ان انا المفروض يبقى اسمي المغرب مش هما اللي اسمهم المغرب. والله ده على اساس ايه بقى؟ ليه؟ عشان انا يا حبيبتي مساحتي اكبر وعمري اكتر من 25 قرن. عمرك 25 قرن ازاي واكتر من 25 قرن ازاي؟ اذا كان يا وليه العالم كله ما عداش 23 قرن، انت جبت العمر ده منين؟ وبعدين ايه قصه المساحه دي؟ يعني امريكا تيجي تقول لمصر انا هيبقى اسمي مصر عشان مساحتي اكبر؟ ما تستفزنيش. وبعدين مش انت ما بتحبيش اسم المغرب ودايما بتقولي المروك؟ طب عايزه تاخدي اسمهم ليه؟ وانت مالك متعصبه ليا يا صوفيا؟ هو انت يا حبيبتي صوفيا اللي تبعي ولا مع حد تاني ولا ايه النظام بالظبط؟ لا لا لا، انا صوفيا. بالك انت، انا قلت ايه تاني؟ انا صحيت من النوم قلت في التلفزيون ان المغرب هيلغي العيد، ايه رايك بقى؟ المغرب هيلغي العيد؟ ويا ترى صدقوا عندك في كوكب لالا؟ بيصدقوا اي حاجه. وهيلغوا العيد ازاي بقى؟ اهو غلاسه كده. انا بقى عايزه اقول ان هم هيلغوا العيد. انا نفسي اشوفك حالا عشان ابارك لك. طب انتي عارفه ان في مطره مطرت عندي وانا قلت ان المطره دي مطره مغربيه؟ وعرفتي منين بقى ان المطر مغربي؟ يعني كان لابس تيشيرت المغرب وهو نازل من فوق؟ شكله كده مغربي. انا عارفه انا بقول ايه. طب جبتي سيره المغرب في ايه تاني؟ طب خدي دي بقى، انا لقيت عندي فلوس مرسومه في حصه الرسم وانا قلت ان الفلوس دي فلوس مغربيه. يا بنتي هو كل حاجة المغرب السبب، المغرب السبب. ايوه هو كده. وبعدين انت متعصبة ليه؟ وانت مالك انت؟ هو انت معايا ولا معاهم؟ عشان انا مجدي. لا لا انا اسفة يا مجدي. الله يخرب بيتك، انا جيت منين؟ مش قولي. هقول. لا قولي انا اسفة يا مجدي. مش هقول يخرب بيتك. سيبني. طب انا هجيب الدرون. خلاص انا اسفة يا مغرب. قولي انا اسفة يا مجدي. انا اسفة يا مغرب. وانا اسفة يا تونس. انا اسفة يا تونس. وانا اسفة يا مصر. انا اسفة يا مصر. حسبي الله ونعم منك الوكيل. لله يا شيخ.